هي خلافية بين أهل العلم في مسألة الدعاء يوم عرفة والتفرغ له. منهم من ومنهم يعني يستحب ذلك، ومنهم من يمنع يقول إذا خاص بعرفة، لكن خاص بالحجاج، خاص بالحجاج. لكن إن نوافق يوم عرفة إذا كان صائم، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة لا ترد. قال ابن باز رحمه الله دعوة لا ترد لا تخصصها قبل الغروب، بعضهم قال ما دام الصائم كل هذا وقت استجابة، كل هذا وقت استجابة. فيما ذكره عن عرفة سفيان الثوري يقول حججت أول حجة، جاء من الكوفة إلى مكة أكثر من شهرين، قال فدعوت الله في عرفة. شوف عرفات موطن من مواطن الاستجابة، ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر من ذلك اليوم. عرفات يباهي الله تعالى ملائكته بعباده. قال فدعوت ان الله يعيدني، لان الحج شاق. قال فاعادني الله. قل فجيء السنه الثانيه قلت اللهم اعدني، يقول فاعادني. الثالثه دعوت الله في عيد، يقول حتى حججت 50 حجه. الله قال فلما جاءت 50 رفعت بدعو ان الله فاستحيت من الله، فاستحيت من الله، فمات من بعد ذاك الحج رحمه الله. انا تحدثت عن عرفه في مكان ما، والله واحد رجل فلان بن فلان العصيمي قال والله صدقت عرفات أنا شفتها في حالي، قال أنا بلغت 50 سنة من بيت أجار من شقة إلى دور إلى قال لما حججت انكسرت بين يدي الله أدعو بالبيت، يا رب البيت بيت بيت، يقول كل دعاء البيت، يقول أبكي وانكسرت. قال والله 10 أشهر بعد الحج ملكت فلة في عكاظ وفي شقتين فوق أجرت. قال له واحد كيف؟ قال ما أدري. لا شك طبعا فيها أسباب، فيها أسباب، لكن الأصل الدعاء. فوصيتي للحجاج بحكم أني أشرفت في الحملات أكثر من 30 سنة، بعض الحجاج في عرفات كنا تعرفات، يروح تقوم تعرف فلان تقاعد فلان والناس تبكي دعاء، ويروح تقهوى هنا ويروح يسولف إلى أن تغرب الشمس، وبعضهم لا إن لما مدوا السفر على واحدة واحدة كذا ضرب في السفرة نعمة، ثم كان فيه لبن، ثم ضبط الحرام وفيه مكيف صحراوي وزنه وزنه عليه كذا، ثم سحبها لين يقومونها للباص غروب الشمس، راحت عليه عرفة. عرفة هذا يوم اجتهد فيه انكسر به. وإذا في ناس بتضيع وقتك وتسولف، قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين ندعو ثم الواحد ياخذ سوالف يعني في امور الاخره في امور ثم نرجع له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستطيع لما صلى الظهر وجمع العصر، قال حتى يطول وقت الدعاء استقبل القبله على دابته واخذ يدعو حتى غربت الشمس، اللهم صل وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. قال لا نستطيع على فعل النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ندعو ونجلس يعني في أخذ حد، ممكن يسترخي الواحد، ممكن ياخذ شيء، أما فلت سوالف وضحك واخذ وعطى، وأنا حجيت مع حملة حرمية قبل كم سنة والباص خرب، هي سوالف هي رحلة والحرمية وتعرف فلان والله أني مشبه عليه. لا يا أخي هذا يوم عظيم، يوم عظيم والله العظيم. أني لاقي واحد يا جماعة الشباب رايحين دورة المياه، قال أبو عمر تعال تعال في ذا حاج نبيك تكلمه، يوم جيت له عمري حاط تكاية ومعه معسل ومحرم ما هو بسواق باص، قلت له حاج جمعة وعرفة، قال ادعي لي الله يهديك. اي نعم دعينا له، هذا الحرمان. فيوم عرفة يوم عظيم نعظمه يا اخوان ونستجد فرصة. في ناس يا اخي ما حجت تبكي لان شافت يوم عرفة، وانت في هالموطن تسولف وتتمشى وتروح وتجي وتصور تصاوير، لا هذا يوم عظيم عظمه الله فنعظمه. ولذلك ذكر بعض الكبار السن يقول إذا غربت شمس يوم عرفة وجهت الإبل الركائب إلى مزدلفة، يقول تذرف دموعها لأنها تفارق موطن رحمة. ذكرها بعض كبار السن يقول تذرف دموعها لأن هذا مكان رحمة، مكان عظيم نعظمه، ومن يعظم شعائر الله. ما هي سوالف، هذا الأعظم والأشهر، وقوع في غيبة، وقوع في نميمة، وقوع في محرمات. الله يسلمك. عندك اللي قلته؟ القصة اللي ذكرتها؟ تفضل. أنا أقول يا جماعة أذكر من المواقف
كنت مشرف ديني في حملة من الحملات، والحمل